الرابع عشر في هذا الصباح. يتواصل وياكم الزميل في هذه اللحظات، أحد الزملاء سيتواصل معكم في الوصف والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، هكذا انطلاقتي الرابع عشر الخاص بالإبكار اللقايا وختام أشواطنا في الفترة الصباحية. والخمسة كيلومترات هي الحاضرة في هذا الصباح لهذا السن، سن اللقاية في هذا اليوم في رابع أيامي ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجاني سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. المقام هنا في درة الميادين، هنا في ميدان الجنادرية، هنا في العاصمة، في عاصمة المملكة العربية السعودية، هنا في الرياض. متابعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، هكذا انطلقت الشعارات، هكذا انطلقت الأسماء، هكذا انطلقت الطموحات، البحث عن نوماس والبحث عن الانتصار ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا. انطلق وإياكم إلى نحو الصدارة لينطلق مع انطلاقة بلشة صالح بن محمد بن عاطف الرشيد مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن أرى اسم قادم من الجانب الأيمن وشعار بدأ يتقدم في هذه اللحظات، أرى قدوم قادم من شعار في هذه اللحظات، عبد الله بن مطر بن محمد بن عميره الشامسي يقدم لنا حشمه على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الاسم القادم في هذه اللحظات فواز بن مهجع بن عليان العنزي يقدم لنا سموه. المركز الرابع عبد الله بن علي بن سعيد الصلف النعيمي مع انطلاقة عجايب، عجايب على المركز الرابع. المركز الخامس أرى قدوم قادم من الظبي علي بن حمد بن محمد المري على المركز الخامس. والمركز السادس القدوم من شعار فجاج جابر بن ناصر بن جابر الغفراني المري، يأتي على المركز، يأتي على المركز السادس مع سادس الأسماء وسادس التحديات. المركز السابع الاسم القادم شعار الرفيع بن سميحان الشمري قادم على المركز السابع مع انطلاقة الفايزة. المركز الثامن أرى قدوم قادم، مرحبا بالقدوم، مرحبا بالحضور، مياسة مياسة عبد الرحمن بن فرحان البلوي يأتي على المركز الثامن. المركز التاسع مرحبا يا الجفران، مرحبا يا الجفران، مرحبا يا بن بوبح أو شعار في هذه اللحظات عفوا سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري مع انطلاقة الرباعة أو معالي عفوا يا البوبح، معالي معالي
الغالي سعد بن محمد بن سعد الجفران المري، المركز العاشر أرى اسم قادم مع انطلاقات جمايل، شعار فهد بن ناصر بن سالم المكسور يأتي على المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة مع العشر المراكز المتقدمة، أتممناه على مسامعكم وعبر القنوات السعودية الرياضية على الهواء مباشرة، ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، إلى المقدمة. الصدارة لا زال مع عجايب 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 عبد الله بن علي بن سعيد الصلف النعيمي النعيمي مع انطلاقة عجايب عجايب يا عجايب. ولكن بينما المركز الثاني وين يا بالحطم، وين وين يا بالحطم، وين مع وزن صالح بن محمد بالحطم العامري، ما جبنا له طاري بالحطم بالحطم بالحطم. قادم المركز الثالث عبد الله بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي مع حشمه، وشعار بن بوبح قادم مع معالي سعد بن محمد بن سعد الجفران المري. والمركز الخامس شعار في هذه اللحظات، شعار المركز الخامس فهد بن ناصر بن سهاله المكسور مع جمايل، جمايل المكسور، جمايل المكسور. ولكن لنعود الى مقدمة الشوط، الكيلو متر الاخير تجاوزناه، اقبلنا على لوحة 800 متر الاخير. يا متابعينا الكرام، يا مضمرين، يا عمالقة، ولكن عجايب عجايب الدنيا سبع، عجايب الدنيا سبع. يا النعيمي يا النعيمي يا النعيمي مع شوط الختام، مع شوط الختام هنا في درة الميادين، في أجواء رائعة، أجواء رائعة والممتعة. يوه يا بالصلف، يوه يا النعيمي، طار 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 مع عجايب، مع مسك الختام. يا هي عجايب، يا هي عجايب، عجايب عجايب. عبد الله بن علي بن سعيد النعيمي، النعيمي الى اخواننا بدولة الامارات العربية المتحدة مع عجايب عبد الله بن علي بن سعيد الصلف النعيمي، منتزعا وخاطفا نوماسي هذا الشوط وشوط الختام. تهانينا والنوماسي. المركز الثاني فايزة رفيع بن اسمي حان الشمري. المركز الثالث شعار عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي مع حشمه. المركز الرابع، المركز الرابع شعار مسلم بن حمد بن حريزي الحرسوسي مع ذوق. المركز الخامس، المركز الخامس لحظة، شعاري بن بوبح بالفعل، شعار سعد بن محمد بن سعد الجفران المري مع معالي. حضر شعاري بن بوبح على المستوى المركز الخامس. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنماس لمالك شعار عجايب وشعار النعيمي، منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط. تهانينا والنوماس. 7 دقائق 43 ثانية وثمانية وعشرون جزء من الثانية. هكذا توقيت، هكذا توقيتي عجايب بشعار النعيمي. المركز الثاني رفيع بن سميحان الشمري مع الفائزة. حضر شعار بن حمدان. 7 دقائق 46 ثانية وثمانية وثلاثون جزء من الثاني. المركز الثالث حشمة عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي. 7 دقائق 48 ثانية وستة وتسعون جزء من الثانية. المركز الرابع ذوق سلم بن حمد بن حريزي الحرسوسي. وخامسا معالي سعد بن محمد الجفران المري. حضر على المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنماس لمالك شعار عجايب ومع مسك الختام في الفترة الصباحية
شعار عبد الله بن علي بن سعيد الصرف النعيمي منتزعا وخاطفا نوماسي هذا الشوط. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء وصلنا احنا واياكم مع ختام اشواطنا في الفتره الصباحيه. اذا متابعينا الكرام نلتقيكم باذن الله وفي مساء الذهب وفي مساء الرموز ومع سن اللقاية بإذن الله في تمام الساعة 2:00 ظهرا في هذا المساء.